السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سأتطرق حول سيري أونتيير. في هذه تلاحظون سيري أونتيير المعطيات هنا ان زائد 2 على ان زائد 1 اكس اس ان، يعني هذا هو الشكل على سيري أونتيير، تكتب من الشكل ان في اكس اس ان، بحيث ان هنا في هذا المثال يساوي ان زائد 2 على ان زائد 1. أولا يجب حساب لو ريون دو كونفرجونت. ماذا يقول ريون دو كونفرجونت؟ معناها لا ليميت ان على ان زائد 1 لما ان يزيد من هنا يساوي 1، امبليك ان ار يساوي 1. واضح الامر ان متى تكون كونفرجنت؟ اذا كان القيمه المطلقه لاكس اصغر من ار، ويكون ديفرج لما تكون القيمه المطلقه لاكس اكبر من ار، ولما اكس يساوي 1 ناقص تكون هذه لا سيري ديفرج. لماذا؟ لان عند لا ليميت عن ان زائد ما لا نهايه لما نعود ب 1 تساوي 1 معناه ديفرج، ولما نعود بناقص 1 فلا نستطيع تطبيق كريتير دو ليبنيس للدالة المتناوبة، نستطيع تطبيقه لأن هذه ليست ديكروسونت. معناها ماذا؟ معناها أن فقط تكون كونفيرج دومان دو كونفرجونت، يعني هو من ناقص 1 لواحد مفتوح، هذا هو دومان دو كونفرجونت من ناقص 1 لواحد، للتذكير فقط هذا هو دومان دو كونفرجونت. أول شيء قبل بدء الحل التمرين يجب معرفة أن لا سيري تاع الإكس أن سيري جيومتري، لما يكون قيمة مطلقة لإكس أصغر من 1 نقول تساوي 1 على 1 ناقص إكس، وهنا كذلك يجب معرفة هذه أن لا سيري تاع الإكس أس أن زائد 1 على أن زائد 1 يساوي ناقص ألان 1 ناقص إكس. يعني هذا التعريفين يجب أن يكون يعني هذيك لا ليست تاع السير اونتيير يجب ان تحفظ للمشهوره. الان ماذا نفعل؟ نقوم بكتابه ان زائد 2 على ان زائد 1 تساوي 1 زائد 1 على ان زائد 1 كما تلاحظون هنا، نقوم بتوزيع لاصون كما تلاحظون هنا تساوي هذه. اذا هذه لاحظناها قمنا بكتابته هنا بالشكل الاول تساوي 1 على 1 ناقص اكس، ليس هناك مشكل. الان ماذا يجب كتابه هذا الجزء مثل هذا الموجود في الاعلى؟ ماذا نقوم؟ نقوم بتقسيم هنا، نقوم بضرب في اكس وتقسيم على اكس، معناها ماذا؟ اكس يدخل للداخل واكس يبقى هنا، تبقى 1 على اكس. اذا هذه مكتوبه على الشكل الموجود هنا، ماذا تساوي؟ تساوي ناقص الان 1 ناقص اكس، ولكن لا ننسى هذا اكس. اذا العباره لا سيري اونتيير هذه ما هي؟ هي 1 على 1 ناقص اكس ناقص الان 1 ناقص اكس مع القيمه المطلقه اصغر من 1. نعم هنالك يقول عن صفر، عن صفر هنا قابله للتمديد، يعني بروجمون كونتينيون قابله للتمديد عن صفر. لما نحسب لا ليميت نجد هنا 1، وهنا هذه لما نطبق على غير لوبيتال نجد نعم ناقص 1 على 1 ناقص اكس تساوي 1. اذا واضح هذا الامر. اذا قمنا باختصار لهذا التمرين، شكرا لكم على المتابعه والسلام عليكم.